عايزين نقرب للصوره بشكل اكبر فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، ونعرف اخر الاخبار بخصوص تدريب اليوم استعدادا لمواجهه اطلع بره. عشان كده خلينا نروح نستقبل على الهاتف زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، طمنا الاخبار، ايه عندك بخصوص تدريبات الفريق؟ خلينا في البدايه نحط عنوان لتمرين النادي الاهلي النهارده، حاله من الهدوء، حاله من التركيز من جانب لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من اجل المباراه القادمه، مباراه فريق بتاع بره السوداني، وتولي الكابتن محمد يوسف القياده الفنيه خلفا لمستر مارتن لاسارتي. التمرين بدا النهارده الساعه 3 مساء لمدة 5 دقائق، كان في محاضرة من جانب الكابتن محمد يوسف والكابتن طلعت عبد الحفيظ في منطقة وسط الملعب من أجل يعني إن أنا بحافظ اللاعبين للمرحلة القادمة وأهمية اللقاء، يعني على الرغم من سهولة اللقاء الذهاب والفوز بأربع أهداف، كان يعني الكلام من الكابتن محمد يوسف للاعبين بضرورة أهمية اللقاء وتجاوز مرحلة المباراة في البرامج الأخيرة في المباراة القادمة بمشيئة الله. بالنسبه للعيبه من الاصابه يا امير، النهارده شريف عصامي كان بيقدم رن تاهيلي حول الملعب، رامي ربيع وصالح جمعه ادوا مران خفيف في الجري حول الملعب. النهارده غاب عن المران طبعا بعد الحصول على اذن السفر علي معجون. غاب عن المران النهارده. محمد محمود وسعد سمير بيقدوا المران تأهيلي ايضا، الجزء التأهيلي حول الملعب. المران ابتدى بشق يعني احماء، فتره احماء لمده 10 دقائق بدون الكره ثم بالكره. بعد كده كان في شق بدني للاعبين ككل مع حسين عبد الدايم محافظ الاحمال، ثم قسم الكابتن محمد يوسف الفرقتين للفرقه اللي مجموعتين، مجموعه مع الكابتن محمد يوسف يعني فيها الشق الهجومي اكثر، وفي مجموعه مع الكابتن سامي قمصان. يعني خليني انا بكلمك في الاثناء دي يا امير، يعني المران قدامنا شايف حاله من الجاهزيه لمحمود متولي، شايف عمار حمدي بيقدم مران كويس جدا، محمود متولي عايز يقول ان هو يقدم نفسه في المران النادي الاهلي، احمد فتحي حاله امتثال على احمد فتحي، كل اللاعبين ان شاء الله تبقى يا امير المباراه القادمه مباراه يعني ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يفوز ويصعد بدور ل 32، ان شاء الله تكون بدايه من المرحله القادمه ان شاء الله يا امير. حاله اللاعبين الفنيه في ارض الملعب قدامك شايفها ازاي دلوقتي يا فاروق، ومين بيتالق في التدريبات النهارده؟ يعني خليني اقول لك ان انا شايف حاله تالق من شايف من مين؟ عمار حمدي. عمار حمدي عمار حمدي قدم مران اكثر من رائع، حمدي فتحي، احمد فتحي، محمد هاني، المجموعه اللي هي قدامنا، ايضا المجموعه الثانيه اللي مع الكابتن ثاني قمصان، شايف اليو ديانج ايضا هي جونيور اجاييه، والمجموعه اللي مع الكابتن ثاني قمصان، يعني كمان حاله من الهدوء والتركيز، التركيز الشديد من اللاعبين، شايف اللاعبين ونظره مرحله جديده او بصه للمستقبل واصرار عند اللاعبين لتجاوز المرحله الاخيره والمرحله اللي فاتت والاستعداد اكثر بجديه اكثر للمرحله القادمه. في بعض الاحاديث اللي هي الجانبيه اللي خليني اقول لك عليها، كابتن محمد يوسف في حديثه مع صلاح محسن، يعني العامل النفسي اللي بيحاول يلعب عليه الكابتن محمد يوسف ده مهم جدا. والكابتن احنا يعني على علم وكلنا على علم الكابتن محمد يوسف بيزيد هذا الامر العامل النفسي مع اللاعبين، ان انا جاهز اللاعبين خاصه ان صلاح محسن خلال المرحله اللي جايه واحد من العناصر الاساسيه ان شاء الله في فريق النادي الاهلي. قيمه صلاح محسن كواحد من المهاجمين اللي جماهير النادي الاهلي بتنادي بيهم، وان هو يكون ان شاء الله اضافه مع المهاجمين الموجودين ريد ازارو او مروان محسن، احاديث جانبيه بتكون ما بين الكابتن محمد يوسف، يعني زي ما انا بكلمك في هذه الاثناء اتكلم مع محمد مجدي قفشه ولي احمد فتحي وحديثه مع محمود متولي. انا بحاول انقل لك الصوره وان احنا نتعايش مع الامر خلال الحلقه الاهلي في هذه الاثناء، في احاديث جانبيه ما بين اللاعبين دلوقتي في
في يعني كده تكون مرحله التقاط انفاس ما بين اللاعبين، الاحاديث ما بين محمد مجدي مع عمر حمدي، حسين الشحات ايضا، وحديث مع الكابتن محمد يوسف يديله بعض التعليمات. يعني امير انا بحاول ان احنا نعيش شويه في الجو يعني الواضح ان الاهتمام الاهتمام بشكل كبير جدا من الكابتن محمد يوسف ببعض العناصر ان شاء الله ممكن نشوفها خلال الفتره اللي جايه، واللي قد كانت ما كانتش ان هي بتشارك في المباريات خلال الفتره اللي فاتت. اكيد اهتمام بكل لاعبي النادي الاهلي عشان المرحله القادمه مرحله مهمه جدا. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، وقال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بمران الفريق النهارده.